كثيرة هي اللحظات التي يمتزج فيها صخب الصوت بكثرة الكلام، لكن هناك من يعجز عن التحدث بلغة الحروف لتصبح لغة الإشارة وسيلة لكسر حاجز الصمت والتواصل بين المعاقين سمعياً والعالم المحيط بهم. سواء كانوا صماً أو من ضعاف السمع، يتلقى 100 تلميذ ما بين 4 و18 سنة تعليماً باستعمال لغة الإشارة الجزائرية، وذلك بفضل أساتذة وإخصائيين نفسانيين يحرصون على مرافقتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. أنا كنت في مدرسة عادية في برج الكيفان، تمدرس عادي في قسم عادي مع تلاميذ يتكلموا عادي. بعد كي عاودت شحال من خطرة سنة رابعة تم التحويل تاعي إلى مدرسة الأطفال المعوقين سمعيين بالويب. ما كنتش نفهم بيان الدروس، أي تقول باللي القسم كان مكتظ، معلمة ما تشوفش فيها ولا ما تعطيلهاش لا شونس باش تفهم واش يتقول المعلم. لما دخلت المؤسسة زملائي هما اللي علموا لي هذه اللغة هذه ديفيسيل. تظهر طبي تظهر الإشارة مهم يا هي ما أقول لك في الشارع برا مع الناس اللي يتكلموا كيف كما الزميلة تاعو صعيب يتعامل معه بلغة الإشارة. لغة الإشارة هذه يعني ما هيش موسعة ولا الناس كاع تعرفها ولا زي ديفيزي. اللي يكون عنده بقايا سمعية كيما عبد العزيز أو يقدر يلحق كلمة ولا باش يفهم، سينو ما يقدرش يتواصل. عماد الدين طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني من صم عميق وعدم القدرة على الكلام منذ ولادته، الأمر الذي أثر سلباً في تعامله مع أقرانه، حتى التحق بهذه المؤسسة فكان بريق أمل استطاع من خلاله هو وعشرات الأطفال التأقلم مع الإعاقة. عنده 3 سنين هو في المؤسسة. أقول لك هنا نفضل هنا على الدار. قال لك أنا أكون بعيد على المؤسسة. شوف درجة الوعي، يعني أنا بابا ما يخدمش بزاف، ما عندوش بزاف دراهم باش يقعد دائما يجي يديني ويجيبني، وماما تعيا بزاف. نبات هنايا راني راجل نقدر نبات شويه بعيد على دارنا. قال لك الهيكا في البيت وين هو صحابو اللي يتكلموا يحقروا بزاف يضربوا، مي هنا نو راه في صحابو في وسط زمايلو يسمى متعليين فيه. انا نهضرك بين من جانب التأطير تاع الطفل، راهو يجي هنايا عنده الكتاب، مجانيه الكتاب، مجانيه المحفظه، الحافله يعني الترونسبور تاع التلاميذ، لو بيوتشي الفطور نتاعو يكون صحي، يكون الايواء. قسم التربيه المبكره واحد من بين اهم الاقسام الذي تدعمت به المدرسه بهدف إعداد الطفل وتصحيح نطقه وإدماجه في المدارس العادية. كان الصوت ما عندوش، الصوت كي تقول له قول ما يخرجوش، ما يعرفش يغيسبير، ما يعرفش غين دوتو. دوك تحسينو المرحلة التالتة شغل الطفل اللي تكون في دارهم بدا يتعلم بابياج، يهضر بابا ماما، دوك نعلموه، دوك نبداو بالحروف. عندنا لا بروغريسيون. par rapport la difficulté تاع الصون نبداو بالساهلين ومن بعد نحطوا اللي يجوب لها الواعرين هذوك، وكل ما نديروا حرف نديروا كلمه معاك حرف كلمه معاه حتى نوصلوا للجمله حتى نعلموا لهم قولي البروغرام تاع التحضير. شنو هذا؟ المطبع. وهذا حمام. هي بيان مشكل ايش تري بيان. قسم أكل. قسم أكل. قا قي. غير أن الأمر السلبي حسب المختصين هو توقف تكوين الأساتذة المتخصصين في هذا المجال منذ أكثر من 30 سنة. تكوين مخصص للأساتذة المختصين لفئة الصم والبكم، لا يوجد تخصص، ما كاش تخصص. هذه المرحلة التنطيق لا توجد نهائياً. في وقت الماضى في 1980 نحن انتهت مع مرحلة 1984 انتهت هذه la formation des enseignants spécialisés pour sourds et muets. هذه تحبست دوكا ولاو يدخلوا اللي يخرجوا من المستوى الجامعي
عند مستوى جامعي تدخل مباشرة تدرس الصم والبكم من قبل تعرف لا شيء عن الصم والبكم. وبحكم خبرتها في التدريس باستعمال لغة الإشارة التي رغم المساعي الحثيثة لتوحيدها لا تزال مختلفة من منطقة لأخرى، تعتبر الأستاذة براف أن طلابها يواجهون اليوم صعوبات في استيعاب بعض المناهج الدراسية الوطنية التي تعتمد أساساً على الحفظ. البرامج ثقيلة جداً صعبة على طفل الصم والبكم لأنها مخصصة لتلاميذ الرسم يسمعوا وهما ما عندهمش السمع. مثال في الكتاب يكتب لك الإصبع في الكتاب اسمع، هو ما كان يسمعش. كغيرها من المؤسسات الوطنية المخصصة للمعاقين سمعياً، تلعب مدرسة رويبة اليوم دوراً هاماً في الحياة المستقبلية لهؤلاء الأطفال، كونها تحرص على إدماجهم بالمجتمع ومساعدتهم على الخروج من العزلة والتعبير عن الذات.